يحكى أن ديك يؤذن عند فجر كل يوم، فأتى صاحب الديك وقال له: لا تؤذن مجددا وإلا سأنتف ريشك. خاف الديك وقال في قلارة نفسه: من الحكمة أن أتنازل حفاظا على نفسي، فهناك ديكة غيري بكل الأحوال من الأحوال يقومون بلذة. بعد أسبوع قال صاحب الديك للديك: إن لم تقاقك الدجاجات فسأنتف ريشك. وأيضا تنازل الديك مرة أخرى وبدأ يقاقي. بعد شهر قالت صاحب الديك للديك: إن لم تبقك الدجاجات فسأذبحك. عندها بك الديك وقال: يا ليتني مت وأنا أؤذن. العبرة من القصة: لا تتنازل عن مبادئك أو عن أخلاقك أو عن دينك، فإنك إن تنازلت اليوم عن القليل فإنك ستتنازل غدا عن الكثير، وستندم حين لا ينفع الندم عندما تجد أنك قد خسرت نفسك. تحياتي لكم أحبائي.